هذا وبدأ مؤتمر التحالفات في الشرق الأوسط، عقد جلساته بحضور العقيد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر، حيث بدأ المؤتمر بمناقشة التحالفات الإقليمية والدولية كوسيلة أثبتت قدرتها على تجفيف معظم منابع الإرهاب الذي مرض، بل هذا المرض الذي تتداعى على القضاء عليه مختلف التحالفات والتفاهمات العسكرية التي تتبناها دول العالم أجمع. مسوغات ووسائل معينة رأى المتحدثون فيها الصواب الأمثل في قيام أي تحالف مهما كان توجهه، ما يتوجب تفعيل دور الشعوب الواعية في التصدي لظاهرة الإرهاب، وهي جزئية أعطت الجلسات حيزا وفيرا للحديث عنها.